غبر مدير إدارة الإعلام. لكن ملعب التتش، نروح بقى لملعب التتش ونروح لزميلنا كريم أحمد عشان يحطنا في الصورة ويقول لنا آخر استعدادات فريق النادي الأهلي بكرة للمباراة المرتقبة والمنتظرة بكرة اللي بينتظرها كل عشاق النادي الأهلي. تحياتي ليك يا كريم وتحيات زميل محمد سعيد ليك، وتفضل. برحب بيك طبعا كابتننا كابتن اسامه حسني، كل التحيه ليك وكل التحيه ايضا للزميل العزيز محمد سعيد، والشكر والتحيه لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي اللي رهاننا كبير جدا جدا ان شاء الله عليهم غدا ان شاء الله باذن الله يقدموا الدعم والمسانده الكبيره المعتاده والمعهوده الحقيقه على جمهور النادي الاهلي. 50,000 اهلاوي متواجدين، يعني كنا من فتره كبيره جدا يمكن اكثر من 10 سنوات يا كابتن اسامه محمد ما كناش بنشوف هذا العدد، فيمكن عشان كده حابين نشيد الحقيقه بالكل الحقيقه، بدايه من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ايضا كمان لجنه المباريات اللي بتقوم بدور كبير جدا جدا، والجانب الاخر الحقيقه بقى الجهات المعنيه الكبيره جدا بدايه من وزاره الداخليه يمكن اللي عندها وعي كبير ان يكون العدد هذا المسموح ان شاء الله في استاد القاهره، ومنها كمان الشكر موصول ايضا لوزاره الصحه اللي عندها دور كبير جدا جدا بكره، ايضا كمان وزاره النقل اللي يمكن بتقوم بدور اكبر ان شاء الله في نقل الجماهير، امور عديده جدا، اهتمام كبير جدا بهذه المباراه. النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لمصر ان شاء الله في هذه البطوله، فعشان كده الكل بيتكاتف، الكل عنده امل كبير جدا ان بكره تكون سهره رمضانيه، تكون اداء ونتيجه للنادي الاهلي، وتكون بطاقه التاول ان شاء الله يا كابتن اسامه محمد باذن الله باقدام لاعبي النادي الاهلي بالشخصيه والروح والجديه اللي احنا منتظرينها ان شاء الله من لاعبينا. كل الاستعداد الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا من خلال التدريبات، من خلال رؤيتنا لوجوه اللاعبين، واضح الحماس واضح التركيز. واحده من التحديات الكبيره والمهمه جدا، واحده من اصعب المباريات، يعني مش هنقول في تاريخ النادي الاهلي، هنقول في هذه المرحله الحقيقه بالتحديد، لكن ثقتنا كبيره جدا في الجهاز الفني مستر كولر اللي بيحاول الحقيقه على قدم وساق ان هو يوفر كل سبل اللي راح لعيبه النادي الاهلي. يمكن يعني كان عندنا نطمن بشكل كبير جدا على كل اللاعبين، لاعبين المنتخب الوطني ايضا كمان، وايضا المحترفين طمنا بشكل كبير جدا عليهم، لان انت عارف يا كابتن اسامه محمد الريسك يعني بيبقى كبير جدا في هذه المواجهات، بيجي لك لعيبه بسفر كبير جدا وايضا كمان مشاركات ايضا كمان في مع منتخباتهم، فعشان كده بيكون الجانب البدني محتاج ان انت تطمن عليه. الجزء الاكبر الحقيقه كان مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله طبعا رئيس الجهاز الطبي اللي طمنا من خلاله على حاله كل اللاعبين، الامور مطمئنه الحمد لله. تبقى بيرستاو النهارده الحقيقه يمكن يعتبر اول تدريب ليه جماعي مع فريق النادي الاهلي نظرا لعودته، متاخر طبعا اول امس يمكن شارك في جزء بسيط جدا بالجري حول الملعب، ما شاركش في جرعه تدريبيه كامله، لكن شفناه النهارده الحقيقه بيتدرب، عشان كده كمان بنقول التضحيات مهمه جدا جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. موجوده والرغبه موجوده لكن التضحيات موجوده، الهدوء موجود. مستر كولر حقيقه يمكن في حضراته على طول بيجتمع مع اللاعبين بيتكلم على اهميه هذه المباراه وحضور الجماهيري والدعم والمسانده، ورهننا على الجمهور ووعيه الكبير، ده يمكن امر معتاد على جمهور النادي الاهلي، شجع آزر يمكن ده اللي احنا منتظرينه من جمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون سر الفوز وسر النجاح ويكون بكره يوم عظيم يا كابتن اسامه يا زميلي محمد طبعا على النادي الاهلي وعلى جمهوره وعلى مجلس اداره النادي الاهلي. طيب كريم، انا طبعا بتابع التدريب قدامنا على الشاشه ويمكن شايف كل اللعيبه، يبدو ان مارسيل كولر حتى في المعسكر كده معاه التيم بالكامل، ما حددش حتى القائمه النهائيه اللي ممكن هيخش بيها مباراه بكره، ده شيء كويس حتى بيدي حماس للعيبه ان كله يكون في اتم الجاهزيه. وكمان عايز اطمن منك على حاله بيرستاو واليو ديانج، طبعا دول جايين من رحله سفر طويله ويمكن الوقت كان ضيق ما بين الاجنده الدوليه ومباراة الهلال، فتطمنا برضو من غير تفاصيل فنية أكيد يعني، بس في الصورة العامة عشان الجمهور يطمن قبل ماتش بكرة. بالتأكيد بالتاكيد يا محمد، يعني اطمنك على اللاعبين الحقيقه، يعني الحاله البدنيه اللي كنا حابين ان احنا نطمن عليها، الحاله الفنيه يمكن شفناهم بيأدوا اداء مميز جدا، ويمكن لاعبتنا الحمد لله يعني خلال المباريات قبل تواجدهم مع المنتخبات بيأدوا اداء مميز جدا، سواء ديانج معلول بيرستاو، فيمكن الحاله الفنيه بنطمن عليها مع الجانب البدني، جاهزيتهم الحمد لله شفناها، اطمنا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي على حالتهم، تركيزهم موجود، يتبقى ان شاء الله توفيق غدا في هذه المباراه والدفع من عدم. يعني هو بيرستاو اللي ممكن لسه ننتظر طبعا مستر كولر هل هيتم دفع بيه من البدايه، هل هنشوف اي عنصر تاني، لكن الجاهزيه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي جاهزيه تامه، التضحيه موجوده، الرغبه موجوده، الحماس موجود، عشان كده ان شاء الله رهاننا كبير جدا على كل اللاعبين. على الجانب الاخر طبعا يمكن بنتكلم على تدريب فريق النادي الاهلي ومستر كولر اللي يمكن في رؤيه مهمه جدا، لابد يكون المجموعه كلها متواجده يا محمد، انت عارف طبعا يعني اللي موجود لابد يكون بقلبه، اللي مش موجود ايضا كمان بقلبه، اي لعيب هيكون موجود هيحمس هيآزر هيحفز لعيبه النادي الاهلي، عشان كده الراجل بيحاول يكون كل المجموعه متواجده ان شاء الله في معسكر فريق
النادي الاهلي ليكون عاقب انتهاء تدريب الاخير لفريق النادي الاهلي اليوم. انت عارف يا محمد كابتن اسامه 15 دقيقه الاولى كانت متاحه لكل طبعا وسائل الاعلام اللي كالعاده طبعا كانت كلها متواجده. يمكن طبعا الاشاده كبيره جدا بالمركز الاعلامي الاستاذ جمال جبر اللي يمكن بيقوم بدور كبير جدا جدا هنا طبعا مع كل طاقم العمل طبعا وكل زملائنا الصحفيين هنا في المركز الاعلامي لتوفير الدخول للكاميرات الامور كلها المعتاده. كل الاجواء طيبه جدا، الترتيبات الحقيقه على اعلى مستوى. لكن يمكن في نقطه اخيره حابب اتكلم عليها يا اسامه طبعا كابتن اسامه محمد، مجرد دخولنا الحقيقه للنادي الاهلي يمكن الكل سعيد جدا طبعا بالاطمئنان على حاله الكابتن محمود الخطيب. الناس على طول يعني بتتكلم معانا طمنونا على الكابتن الحاله ايه، عشان كده يمكن بنطمنهم ونقول لهم الحاله الحمد لله مطمئنه جدا. وكل التصريحات الحقيقه اللي خرجت مجلس اداره النادي الاهلي على حاله الكابتن محمود الخطيب بالجمهور وكل الاعضاء كانت بتعمل ان هو يكون متواجد كالعاده في المدرج، طبعا يكون متواجد طبعا في المقصوره الخاصه طبعا باستاد القاهره يأذن النادي الاهلي، لكن يعني يكون موجود اكيد بالعقل وطبعا كمان يكون متواجد جمهور النادي الاهلي اللي يا رب ان شاء الله باذن الله يكون دافع كبير جدا وباذن الله بطاقه التاول والنصر يكون غدا معانا بمشيئه الله باذن الله. كريم في كابتن اسامه لو يعني اعتقد كريم طمنا نوعا ما يعني بدون تفاصيل كل الامور بالنسبه لفريق النادي الاهلي، يتمنى او يتبقى العنصر بقى الاخير هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى باذن الله. كله خد بالاسباب، كله اجتهد، كله اشتغل، لكن يتبقى ان شاء الله توفيق ربنا، بنسال الله يعني بكره يكون معانا التوفيق ان شاء الله. بنشكر زميلنا